تمام. فالنقطة اللي كنا بنحكي فيها انه كثير ناس بتحكي على موضوع السيارات الكهربائية بتنسى انه في كوميرشال فيكل. نحكي دائما احنا على الباسنجر كارز اللي هي السيارات تبعنا احنا بنمشي فيها. في سيارات بشكل اكبر بدها فل الكتريك. باي ذا واي موضوع السيفتي والامور هي كلها كمان موجودة. يعني هي مثلا عندك هي حافلة ركب مينلي بتكون للامبلويز او للعمال تتعامل كمان. هي مثلا بنيوم مهمة جدا بنيوم لانه طالبين يكون الترانسبورتيشن يكون الكتريك موبيليتي. في عندنا هون مثلا الكارغو فان هي كثير مهمة. اذا بتشوفها هي الكارغو فان ممكن تخش فيها حتلاقي تحط فيها بضاعة. في ناس بياخدوها بيحطوا فيها داتا سنترز اوكي داخلية بيشتغلوا فيها بيكون فيها بحاطين مثلا كمبيوترز فور اكزامبل مشان السيرفيلانس. في كثير كثير لها خليهم استخدامات اوكي وفولي الكتريك. هي كلها فولي الكتريك يعني هي طبعا بتفرق على الحموله لانه ممكن تمشي 300 350 كيلومتر او 400 كيلومتر على حسب الحموله على حسب البيلود على حسب الوقفه. فهي من افرج من 300 ل 400 كيلومتر. في عنا طبعا الباص اللي معروف هذا جزء منه بجده اوريدي خط هذا فولي الكتريك كمان. اذا حابب ده موجود بجده اوريدي ايوه موجود أوكي. بجده اوريدي تقدر تفوت تشوفه جوا. هذا الباص فولي الكتريك. ففي الباتري طبعا وفي التشارجرز وفي كل شيء. نحن يعني وي ار استونيشد انه نحن يكون عندنا هيك برودكت بصراحه وشغالين فيه بشكل كثير كبير. احنا اشتغلنا على باصات كمان بما يخص موضوع الرتسي كمان وردنا باصات على الرتسي وشغالين كمان مع نيوم على الباصات وعلى الفانات وعلى كل الكوميرشال فيكل. فاحنا شايفين ان الكوميرشال فيكلز احنا بنسميها التجاريه حتمشي اسرع بكثير من السيارات العاديه. هي حتمشي اسرع اول بعدين حتيجي السيارات العاديه. وفي شغله كمان ثانيه بالنسبه للسيارات العاديه احنا هلا صار في عنا اكثر من 73 براند موجود بالمملكه العربيه السعوديه اخذ هوموليجيشن يعني جاهز لينزل على السعوديه. فترقوا بخلال 3 شهور خلينا نقول على اول السنه الجايه وربنا احيانا ان شاء الله باذن الله حتلاقي انتم السيارات كلها موجوده بالشورومز حتتواصلوا معنا مشان نركب لكم التشارجنج ان شاء الله قريبا باذن الله باذن الله ان شاء الله. في شغله اخر شغله انا ممكن احكيها 90% من شغلنا عم بيصير اليوم او السنه الماضيه بي تو بي اللي هو بزنس تو بزنس مع شركات كثير كبيره. عم نشتغل هلا مع بي تو سي اللي هو الكونسيومر هو المستهلك النهائي. بس كيف عم تعمل معه؟ مو مباشره عم تعمل معه مع الاو اي امز اللي بيبيعوا السيارات الموجودين في المملكه. حضرتك الفكره انك انت بتروح تشتري سيارتك حيكون في كيو ار كود حتعمل سكان للكيو ار كود حيجي لك ابلكيشن حتحط اللوكيشن تبعك خلال 48 ساعه نحن بنجي لعندك كالكترومن تيم بيجي لعندك بفان. الفان هذا فيه كل الايكويبمنتس فيه الكيبلز فيه كيبل تريز فيه البريكرز اللي هو القوات الكهربائيه. بنفوت لجوا بنعمل السايت سيرفي within 10 minutes لانه البيت سهل بسيط يعني ما بيكون فيه كثير معقد. بنعمل الترمينيشن تيستنج والكوميشن بنسلم عليه بنعمل تريننج بنقول له ثانك يو سو ماتش والشغل حيكون حساب ما بينه وما بين الاو ام. اوه فهي فكره اللي يعني فكره الاو ام دي فكره ممتازه وهتريح ناس كتير جدا من التخوف ان هو ما يلاقيش اماكن تعمل له اوبريشن اند مينتنس. ف يا ريت تدينا فكره اكتر حصريه يعني في موضوع لان الفكره دي بصراحه هتريح ناس كتير وهتطمن ناس كتير في التعامل مع الاي فيز بصفه عامه. تمام. هلا اغلب الاو اي امز اللي بيتعاملوا بالسيارات هن اصلهم بالاوتوموتيف اوكي فما عندهم فكره على موضوع الالكتريك يس لانه مش الالكتريك كارز عم بحكي على لو فولتج لو فولتج كيف طريقه التركيب بتصير للاوتوموتيف بعاد. وهذا الشيء اللي بيميزنا احنا كالكترومين انه يعني عندك بترومين الاساسي نحن جزء من بترومين. من بترومين بترومين هي اصلا اوتوموتيف يس وعندنا ستيلانتس وفي عندنا نيسان في عندنا فولفو في عندنا شركات ثانيه. جمعنا بترومين مع الكترومين بترو اند الكترو. وكمان هلا في شغله ثالثه كمان عم نعملها اسمها هايدرو بالنسبه لهي يمكن بالنسبه لك جديده المعلومه. ففي عندك هايدرومن في عندك الكترومن وفي عندك بترومن. حصريه دي ولا تم يعني الاعلان عليها يعني لا يعني تقريبا خلص تقريبا خلص تم الاعلان ايه الحمد لله. فمثل ما بنحكي انه نحن عم نحاول نجمع التكنولوجي مع الالكتريك تكنولوجي تبعها نفسها مع كمان الاوتوموتيف. فالحمد لله احنا بالنسبه لنا اوتوموتيف والتكنولوجي موجوده معنا فجامعينهم مع بعض وماشيين سوا. فالاو اي امز اللي هلا شغالين على السعوديه خلينا حصريا ما عندهم الفكره انه كيف الجيرني تبع الكاستمر تبعهم. انا بدي اروح اشتري سياره من عندك انت كاو اي ام ياخذ السياره حتحط لي الشاحن عندي بالسياره وحتسيبني
انت هتسيبني صح. فلا حساوي انا هتصل بالكتريشن يمكن ما بيعرف صحيح، هو مش مكيف يتركب او مش شيء ثلاجه مثلا تتعمل، عرفت؟ محتاج ناس سبيشاليست وناس فاهمه في كل المنظومه بالضبط. خصوصا حضرتك دكتور انت عم تحكي على موضوع البروتكشن وعلى السيفتي، فانت اذا بدك تجيب واحد يركب لك طبلون 50 ريال ممكن تجيب واحد ثاني يركب لك اياه كمان ب 200 ريال، بس تركب على 200 ريال فاهم شو عم يساوي، عامل لك سيفتي ريجوليشن ولا كل السيفتي يعني مجلس. يعني هيك تنصح الناس اللي هي بتشتري سيارات كهربيه او اي باسز او الشركات ان هو ما يتعاملش مع اي حد وخلاص في مجال السيارات الكهربيه، لازم تكون شركات سيرتيفايد، لازم تكون شركات ليها خبره في المجال ده، لان السيارات الكهربيه محتاجه ناس سبيشال تكنيكالي شويه بحيث يبقى هو عارف بيعمل ايه وما يعملش مشاكل في السياره اكتر. 100% 100% سبيشلايز، يعني عطي الخباز خبزه ولو اكل نص مثل ما بيقولوا. الفكره انه احنا اللي شايفينه في مثال اسمه تيب اوف ذا ايسبرغ اللي هو جبل الثلج، انت ممكن تشوف الحاجه كده اللي فوق بسيطه هي الشاحن، بس اللي تحت هذا اهم اللي هو الميديوم فولتج واللو فولتج والتفاصيل هي كلياتها. فهي كثير كثير مهمه انه نعمل بالحسبان انه اللي بيعمل انستليشن بيعمل تيستنج كوميشن يكون سيرتيفايد سيرتيفايد، على الاقل يكون سيرتيفايد. اول شغله يكون سيرتيفايد من سك سعودي الكتريستي كومباني عشان يقدر يركب شيء، لانه اذا ركب بدون ما يكون اخذ مقاول معتمد من سك حيتلغي مشروعه. اوكي، ممكن يتكنسل وممكن يتخالف. دي معلومه مهمه جدا، معلش حابب انا اكد عليها تاني، مش اي حد يا اخوانا بيركب شواحن سيارات كهربيه، التركيب ما بيكونش من دماغك كده عشوائي، لازم تاخد ابروفال من شركه الكهرباء عشان تبدا تركب وتربط الشاحن مع اللوحات اللي موجوده عندك في البيت. المعلومه دي مهمه جدا، الباشمهندس موفق بياكد عليها عشان المشروع بتاعك اصلا ما يحصلوش كانسليشن وانت تضطر تدخل في اجراءات يعني تركيب مره تانية. فمهم جدا الناس تاخد بالها من عمليات ان التركيب او الناس اللي بتركب لازم تكون سيرتيفايد. هذا 100%. انا بس حلك شغله، في كثير مشاريع على فكره تم الغائها بالفعل يعني في ناس ركبت فعلا ما بقدر اذكرها وتم طبعاً. ما بقدر اذكرها اوكي، بس تم الغائها من المقاول، من المقاول انسحب البيرشيس اوردر وانسحبت الماتيريال كلياتها لانه هو مو اخذ عليها ابروفل، وهذا مثبت هذا موجود. حورجيكم كمان بالنسبه للباسنجر فيكل اللي كنا عم نحكي فيها كمان، بالنسبه لانه نحن عندنا بقى ستيلانتس، طبعا شايفين انتم الفيات 500 هي فولي اي في تمام، وفي الابارث كمان فولي أبارس. اي في هذا من ضمن طبعا الكترومين ومن ضمن بتروومين، في مفاجآت كثيره النهارده يا شباب من الكترومين. حاطين كمان هون مثل تشارجنج ستيشن، عاملين طبعا ميكس للاي سي تشارجر اوكي تمام، حاطين السور كنترول عشان يخدم السيارات طبعا مثل ما شايفين انتم عم يشحن هون. طبعا احنا اتس نوت اوبريتنج ما شكلنا، بس حاطينه احنا كديمو يعني، بس هو تري التشارجنج ستيشن. مثل ما حكينا في عندنا احنا كذا ليفل، في الالكتريك فيكلز كباسنجر فيكلز، وفي عندنا الكوميرشال فيكلز البي ار تي والانفراستراكشر. نحن مميزين الحمد لله عن غيرنا انه في عندنا الفاليو تشين والايكو سيستم كلياتها مع بعض. انا ما بقدم لك بس انفراستراكشر، انا ما بقدم لك اي سي تشارجر او دي سي تشارجر او بركب لك، انا بعطيك السياره سواء كانت باسنجر كار ولا كانت كوميرشال، بعطيك المينتيننس تبع هاي الفيكلز والقطع الغيار كلها موجوده عندي، بعدين اي بيلد ذا انفراستراكشر تبعها فروم اي تو زد انكلودينج ميديوم فولتج اللو فولتج والسويتش جير لحد ما توصل انت للتشارجر حتى المانجمنت تبع التشارجر. فانا بقفل لك اللوب هي كلياتها مع بعض، يعني تقريبا كل اللوب مع الكترومين الحمد لله، من اول ما بنبدا من الانفراستراكشر ونركب الشاحن، السياره من الكترومين، المينتنس، الافتر سيلز، يعني اي حاجه محتاجينها تقريبا، يعني اي حد محتاج اي شيء يروح. خلينا نقول اولموست الكترومين، عم نحاول نكون الحمد لله ان شاء الله باذن الله نغطي كل الايكو سيستم، الحمد لله غطيناها بكذا مشروع. اعتقد ان التوليفه دي مش موجوده عند اي حد غير يعني الحمد لله الحمد لله. نتمنى انه نفضل كمان ماشيين بهالخطه هاي ونتقدم الحمد لله ان شاء الله. بارك الله فيك مهندس موفق، والف شكر ليك ويعطيك الف عافيه. السلام عليكم.